حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي العراقي يمطل في إطلاق المبادرات التمويلية، وأضافت المصادر أن البنك المركزي أطلق منذ العام 2015 مبادرات تمويلية لمساعدة القطاع الخاص لإنشاء مشاريعهم الصناعية والزراعية والتجارية، فضلا عن تمويل شراء الوحدات السكنية في ظل أزمة السكن الحالية. وبحسب المصادر فإن البنك المركزي العراقي ما زال يسوف توجيهات بإعادة تفعيل المبادرة التمويلية، على الرغم من أنها تخدم اقتصاد العراق من خلال تفعيل المبادرة التمويلية. شهدت الساعة الأولى من عمل البورصة العراقية عملية بيع مكثفة بلغت أكثر من 3.8 مليار سهم وسط تصاعد التوتر الإقليمي بين إيران وإسرائيل، وبدأ المستثمرون الأجانب الخروج من الشركات العراقية عبر بيع أسهمهم، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم القيادية مثل مصرف بغداد ومصرف الأهلي وبيبسي بغداد وأسياسيل وغيرها، وسط مخاوف من نشوب حرب إقليمية في المنطقة. اعترفت رئيسة لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة بيداء مضر، اعترفت بوجود عزوف من قبل المواطن عن تقديم أي شكوى بشأن ما يرصده من حالات فساد، وأضافت أنه في ظل حجم كبير من الفساد فإن الوضع يتطلب محاربة الجميع لهذه الآفة، مطالبة الحكومة بتطبيق سياسة مركزية في مواجهة ظاهرة الفساد والتي تعد المشكلة الرئيسة في عموم العراق. كما أوضحت رئيسة لجنة النزاهة في البصرة أن الفساد يحتاج إلى قانون نزاهة أقسى وأفضل من القانون الحالي. احتل العراق المرتبة الثالثة عربيا باستيراد التفاح عالميا خلال العام الماضي، وفق ما ذكرته خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. واحتلت الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا أكثر الدول المنتجة للتفاح عالميا خلال العامين الماضي والحالي ب 45 مليون طن متري وأكثر من 12 مليون طن متري وأكثر من 5 ملايين طن متري على التوالي. واحتل الاتحاد الأوروبي والصين وأمريكا الدول المصدرة للتفاح أو قائمة هذه الدول خلال نفس الفترة. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، وقالت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5,554,000 برميل يومياً، منخفضة بمقدار 420,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,974,000 برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهايه الموجز الاقتصادي بامان الله.